بسم الله. دودو احنا 10 صحبات تعرفنا على بعض بسببك. المهم متجمعين في جروب، ويا حليلنا ويا حلو سوالفنا. في واحدة معانا قهرتنا يا دعاء، اسم اوكي، كل يوم الساعة 8 ايموجي قلوب مكسورة وتكتب واضح ما في على بوكاشاتكم. شو تراكمات ال تراكمات البنات، ايش فيكم؟ قلوب مكسورة تكتب واضح ما في لايف. انا فكرت بدهم يشتكوا على وحدة اسمها سناء مسكينة، لقوا سناء اكيد. والله العظيم قلت لفلاني زعل، تاني تقول انا حاسة انه قلت لفلاني زعل، وتفتحي تجي تبكي بالجروب تقول يا ربي ما يجي بند. الله يا زين مشاكلكم، يا زين مشاكل بناتي اقسم بالله. شوفوا شوفوا بنات اللي توهم يتعرفون، شوفوا بناتي كان وقت لما دخلوا عندي اللايف كان عندهم تراكمات، كان عندهم تراكمات وهموم. شوف هلا صارت تراكماتهم تافهة. أيوة تافهة، عشان أعطيتهم مشاكل أفضل. شافوا مني الويل والضيم وكل شيء، فخلاص صاروا يشوفوا حياتهم حلوة. الله والله إن كانت حياتنا يا حلالها. أيوة أيوة جاتهم عقد مني، جوزي فضل علي وحدة مو كويسة وخاني معاها وتزوجها، وأنا الآن مطلقة بناء على طلبي. طبعا تخطيت الآن، ما عليه أسف، شو رأيك؟ ما عليه أسف شو رأيك؟ ما فهمت، تخطيت الآن ما عليه أسف شو رأيك؟ كيف ما عليه أسف؟ يعني هو جاي يتأسف ولا شنو؟ إذا جاي يتأسف ادي بالكندرة أول شيء. دقيقة، يعني هو زوجك يقول لك احنا إذا طلقتيها ما توريهاش ضربها. هي تعرف ضربها. أيوة أسف شارع لأنه ما عليه. كيف فهمتوا؟ ما عليه أسف، كيف ما عليه أسف؟ يعني ما يعني ما مو متأسفة له؟ فهمت، تركمت علي اللهجات. ما ندمتي، كفو 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 يا هذه البنت الكفو، مو واحدة جالسة حتى لسه ما تف عليها حتى. يعني تقول لك كنت احب واحد ولا خطبه ولا شيء وما نسيته 9 سنين. تزوجتي انت بلشتينا في الانستغرام، انا اللبؤة التي ازقرش فيها اللبؤة. شوف البنت زوجت عند زعاطيط وخانها وعادي، ما يكفو. هذه البنات السنة كفو عليك يا عمري بديتك، ما سويت، ما صار شيء. يعني هو لما يطلقك ياخذ معك كليتك؟ ايوه لما يطلقك، يعني لما تطلقي تخسري كليتك، يعني تكوني بكليتين تطلعي من الطلاق بكليه، او تكون عندك معده ولما تطلقي تطلعي بدون معده. عادي حبيبتي الله يسعدك، عادي عندك ولد ربحتي شيك، ايش تبي من الدنيا؟ على ابوك ايش الله لا يرده. نيكست. ايوه نيكست حبيبتي، ارض واسعه، تزوجي مره ثانيه ومره ثالثه ورابعه وخامسه لين ما تلاقي توأم روحك. ايوه عيشي حياتك، الزواج ما له حرام، تزوجي خدي راحتك. خدي راحتك، خليكي الله العظيم تجي واحده تطلق تبكبك علينا عادي ناكس الله لا يردوا في مليون ألف مليار. وهلا صاروا يعشقون المطلقات، أيوة صار موضة زواج المطلقات مرة كشخة، أيوة يموتون يموتون على المطلقات. هلا المطلقة صارت مطلقة شيء، ها أيام تفكرين أيام لا المطلقة هذا وشاح. فاضي هو ياخذ واحدة جديدة ويتعب معنا، ساعد واحدة من الآخر راسها أصلا مقفل
عندها تجربة زواج سكر راسها، ما راح أبلش معاها من الأول ولا راح أصير أفهمها الزواج من الأول ولا شيء. واحدة مرتاح تزوجها وهو مرتاح. أيوة والله العظيم كان زمان مطلقة مطلقة، لا اللي صار خلاص رجل ما يدور على لا لا البنات والبنات ايش تعمل بالبنات، انا بكشتهم. ايوه خلاص تغير تفكير الرجل والله كله ما لاجي. كل البنات اللي اشوفهم الله يتزوجون مطلقات، اقسم بالله يتزوجون ويتعادوا وما يعجبها وتصير ترى يصير كاركترك غير مثلا احنا نصير ايوه تحس المطلقه يعني مرارتها فقعت اقسم بالله انا لما اجلس مع واحده مطلقه احس راسها كبير احس ما اجيب. وبعدين الله العظيم مو مثل البنت، يعني البنت صرت بك بك عشان تكون ضد يعني تدور على الزواج يعني لسه يعني لسه ما يعني لسه ما تزوجت، فتحس ان الزواج هذا مثل الاتراك او مثل الاجانب كذا راح تعيش حياه حاله حب، مش مثل المطلقه خلاص عرفت الموضوع وفهمت ايوه فاهم الموضوع. لا مستحيل اضحك عليها تضحك علي، فعادي والله لازم تزوجي وعيشي حياتك وفرحي عيشي حياتك طنشي وما يهمك اي شيء. ما ندور مستعمل، ما امك مستعملة ترى انت اللي تجيبوا لي، واقسم بالله اكون ساكتة والله العظيم اكون ساكتة، انت تصيرون تكنبشون علي اقسم بالله اكون يا حلالي جالسة ساكتة اوكي نيكست